متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسود طقس غائم جزئي هذا اليوم في العاصمة عمان مع 32 درجة مئوية، الملموسة 30 ورطوبة منخفضة حوالي 57%. أما الرياح تكون غربية معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا حيث تتأثر النفرق بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بالتالي هناك فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار مع 35 إلى 20 درجة، إربد 33 إلى 20، جرش 35 إلى 20، وعجلون 32 إلى 19. التوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، العاصمة عمان 32 إلى 21 نفس الحرارة في مأدبة، أما البلقاء 33 إلى 22، الزرقاء 35 إلى 21، والبحر الميت 36 إلى 25. المنطقة الجنوبية، الكرك طقس غائم جزئي 29 إلى 20، الطفيلة 30 إلى 20، الشوبك 28 إلى 21، معان 34 إلى 21، والعقبة طقس حار 39 إلى 27. المنطقة الشرقية، رياح نشطة وأتربة مثارة في عموم تلك المناطق، الأزرق 39 إلى 23، الصفاوي 39 إلى 23، أيضا الرويشد 40 إلى 24. إلى اللقاء.